تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا بإمكانكم متابعة إعادة الحلقة عبر قناة صحة وسعادة لتنزيل هذه القناة عبر يعني متجر الجوجل بلاي ولا عن طريق متجر أبل. ممكن تكتبون DHA Media تطلع لكم القناة، نزلوها في مجموعة كبيرة من البرامج ومن ضمنها برنامجنا ينعاد أكثر من مرة عبر هذه القناة. عموما أرقام التواصل معنا مستمعينا يعني نستقبل من خلال هذه الأرقام عن طريق هذه الأرقام اقتراحاتكم ملاحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة على 600-551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006 4006. وأيضا موجودين لايف عبر حساب نور دبي عبر الإنستغرام. إذن مواضيع كثيرة عندنا اليوم، حلقتنا خفيفة إن شاء الله تكون خفيفة عليكم، فيها المعلومة الجيدة لكم. فمن ابتديها أولا عن وسائل التواصل الاجتماعي، معانا عبر الهاتف زميلة أسماء الجناحي، صبحت الله بالخير أسماء، وشو عندنا من جديد عن وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات هيئة الصحة بدبي؟ صبحكم الله بالنور والسرور أخوي محمود. حياك الله، تفضلي. بتكلم بشكل عام عن لقائنا مع دكتورة منى تهلك يوم أمس في قيادة في خدمتكم، ونشرنا نحن أبرز الأشياء اللي ناقشناها. نعم. من ضمنها أن مركز أو وحدة علاج الخدد أو الأطفال الخدد تعتبر هي الأكبر على مستوى إمارة دبي. جميل. كلمة أن مستشفى لطيف يقوم 90% من العمليات اللي فيه بالمناظير، وهذا هو الأفضل للمرضى وللجمهور. أيضا تكلم عن الجزء يعني التوسعة الجديدة والمبنى الجديد مستشفى لطيفة، وما بقول أبغى الناس تتابعنا وتدخل وتشوف في حسابنا. الحلقة أصلا معروضة أيضا عبر قناة صحة وسعادة كذلك الإلكترونية. صحيح. غيرها نبغى نختم بالرسالة الصباحية لأن احنا موجودين فعالية الحين. قبل الانتهاء من عملك اليوم قم بترتيب مكتبك وأوراقك لتبدأ بداية الأسبوع بروح جديدة. في ناس يجون المكتب بيرجعون يشوفون مبهدل نفسيتهم تتعب، رتب وتعال يوم الأحد مكتبهم مرتب وحلو. زين، أنا أسماء أبغى أعرف منو يرتب مكتبت بروحك ترتبينه؟ زين أسماء، احنا شاكرين لك ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. وايضا نذكر بس بمبادرة قيادات في خدمتكم، هذه مبادرة يعني اطلقها معالي حميد محمد القطامي لتعزيز التواصل ما بين المدراء التنفيذيين ومدراء الادارات مع الجمهور، وهي تقام اسبوعيا، صح أسماء؟ صحيح. كل أربعة الساعة 11
كل أربع الساعة 11 ونحن ننقلها كذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر، وهذه تعزيزا للشفافية في طرح المواضيع. أي حد عنده أي شكوى أو عنده أي ملاحظة ممكن أنه أو اقتراح يتوجه فيها إلى صاحب القرار مباشرة لاتخاذ اللازم. فنحن شاكرين لك أسماء ونتمناكم التوفيق. أيضا يعني مو بعيد عن أسماء، أسماء موجودة حاليا في مستشفى دبي. نحن ما ننتقل إلى أرض الفعاليات، هنالك يعني حملة تسويقية تقام في مستشفى دبي. معانا الأخت ندى عبد الله. صبحت الله بالخير ندى من قسم التسويق، وبتحدثنا أكثر عن الحملة المقامة حاليا في مستشفى دبي. ندى، شو اللي عندكم هناك في مستشفى دبي؟ أول شيء صباح الخير جميعا، أنا اليوم متواجدة إن شاء الله في مستشفى دبي على حملة توعوية لمرضى سرطان الأطفال. متواجدين من الساعة 9 للساعة 11 بالتعاون مع المجلس التنفيذي لحكومة دبي وإدارة الشؤون القانونية لديوان سمو الحاكم. ممتاز. هالحملة نظمناها لمرضى سرطان الأطفال الانبيشنت والأوتبيشنت في مستشفى دبي. شو الفعاليات اللي مسوينا هناك ندى؟ مسوين لهم مثل أنشطة، ألعاب، هدايا، أنشطة ترفيهية، كاركتر، أن في نفس الوقت نقدر نفرحهم ونرسم البسمة على مرضى سرطان الأطفال. طيب، هذا تعاون جميل ما بين المجلس التنفيذي وأيضا إدارة الشؤون القانونية بديوان سمو الحاكم. هم يعني وجودهم في هذه الحملة والمشاركة من خلال هذه الحملة. أيضا أبغي أستفسر، هل هذه الحملة مفتوحة للجمهور أنه ممكن يكون من خلال المتواجدين قريب من مستشفى دبي أو المراجعين ويشاركون فيها؟ طبعا هي الحملة مفتوحة، لأن الحين ما شاء الله الزوار عندنا ياسين يدخلون مع المرضى ويسلمون عليهم ويلعبون وياهم. وحبيت أذكر الصراحة التعاون ما شاء الله الممتاز من المجلس التنفيذي في ترتيب الفعالية للمرضى الخارجيين، والتعاون من إدارة الشؤون القانونية للمرضى الداخليين لتوزيع الهدايا وتوفير الكاركتر لهم. الهدايا بس حق المرضى ولا في هدايا حق المراجعين كذلك؟ لا، الهدايا فقط للمرضى. طيب، واللي يبغي يشارك في الحملة يعني بياخذ الهدية الكبرى اللي هي التوعية بمختلف المواضيع الخاصة بمرض سرطان الدم عند الأطفال، صحيح؟ صحيح. طيب ندى، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، والحملة مستمرة لين الساعة 11. أيوة بالضبط. كان طولتوها لين 12 ونص؟ لا، الجو ما خلاص لأن مرضى ما تبون هي تخلونهم برا. مشكورة يا ندى. كانت ندى عبد الله معانا من قسم التسويق، حدثتنا عن الحملة التسويقية المقامة في مستشفى دبي حاليا. طيب، عندنا دراسة تقول، في دراسة دنماركية كشفت أن العيوب الولادية القلبية قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف في المراحل المتقدمة من العمر. وقام الباحثون بجمع البيانات الطبية لأكثر من 10,600 شخص في الدنمارك ولدوا بعيوب ولادية قلبية في الفترة ما بين عام 1990 و 1980، يعني ما بين 80 إلى 90. يقول قام الباحثون بمقارنة تلك البيانات مع بيانات الأشخاص الذين لم يعانوا من عيوب قلبية ولادية، ووجدوا بأن خطر الإصابة بالخرف يزيد 60% بشكل عام عند البالغين المصابين بعيوب قلبية ولادية. تقول المعدة الرئيسية للدراسة كارينا باج، وهي طالبة الدراسات العليا بقسم وبائيات الصحة السريرية بجامعة أراهوس بالدنمارك، لقد أظهرت الدراسات السابقة بأن الأشخاص المولودين بعيوب قلبية يواجهون خطرا للإصابة بالمشاكل العصبية التطورية مثل التوحد الصرع، ولكن قد تكون هذه هي الدراسة الأولى التي تتفحص العلاقة بين العيوب القلبية الولادية وخطر الخرف في مراحل متقدمة من العمر. أمس كنا نتحدث يعني أمسات عن هذا الموضوع. عموما بحسب الباحثين فإن العيوب القلبية الولادية تعد الشكل الأكثر شيوعا من العيوب الخلقية، وتتراوح نسبتها ما بين 4 إلى 10 حالات لكل 1000 حالة ولادة في الولايات المتحدة الأمريكية،
وتساعد العلاجات الحديثة هؤلاء الأطفال على الاستمرار على قيد الحياة حتى مراحل عمرية متقدمة. جرى نشر الدراسة في 12 من شهر فبراير الحالي في إحدى المجلات الدورية الخاصة ب يعني المعلومات الطبية. عموما من يومين كنا مستضيفين معانا الدكتور عبيد الجاسم وتحدثنا عن العديد من العمليات اللي تقام في مستشفى دبي وعن مبادرة نبضات لإنقاذ حياة الأطفال وأيضا التشوهات القلبية وذكرنا هذا الموضوع بشكل عام والحمد لله يعني الدكتور طمننا بشكل كبير أن مثل هذه العمليات يعني إن شاء الله تكون يعني وصلنا من التقدم الطبي فيها أن تكون عمليات بسيطة للإجراء فما نبغي يعني الواحد يخاف ولا يصير يعني الواحد تعرف يوم ولده صغير تو مولود وهذا ويعرف انه في عنده لا قدر الله فتحة في القلب ولا شيء يصير له مثل الصدمة. ولكن نحن نبشركم ان الامور ان شاء الله طيبة لا تخافون العلاجات متوفرة عندنا اللهم لك الحمد في بلد الخير دولة الامارات العربية المتحدة يعني الله يحفظ قادتنا ولاة امرنا دائما ما يدعمون الامور الخاصة بالصحة يعني نتوجه لهم بالدعاء بأن الله يديم عليهم الصحة ويحفظهم يا رب ويعزهم وأيضا يعني يوفقهم في كل الأمور. ما نطلع فاصل مستمعينا بعد الفاصل إن شاء الله عندنا العديد من المواضيع ما نتكلم كذلك عن منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية وفي عندنا موضوع آخر بعد بخبركم عنه يمكن ما نستعرض واحدة من الحالات الجميلة اللي وصلت إلى مو بالجميلة يعني حالة معقدة ولكن يعني الحمد لله بجهود الأطباء الأكفاء في الأكفاء عفوا في مستشفى راشد وصلوا إلى علاج هذه الحالة. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600-551-414. طبعا أنا ليش عشان أتذكر رقم عادة كانت دكتورة ندى هي اللي حفظت الأرقام أنا نسيت لكن تحية حق الدكتورة ندى لأن هي مشغولة اليوم ما قدرت تتينا لكن رسائل نصية على 4006 وأيضا موجودين لايف على الانستغرام الخاص بنور دبي ممكن تشوفون البرنامج صوت وصورة والبرنامج يعاد كذلك مستمعينا عبر قناة DHA ميديا تقدرون تنزلون هذه القناة الذكية فيها العديد من البرامج والمواضيع الصحية والطبية اللي تهمكم في حياتكم فهذه القناة يعني إن شاء الله تكون أحد المنصات اللي بتساهم في تعزيز نمط الحياة الصحية عند المجتمع ككل إن شاء الله وتكون يعني ثمرة للوقاية من الأمراض وهذا الهدف الاستراتيجي اللي نحن دائما نسعى له. عموما تحت رعاية سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل 20 من شهر فبراير الجاري فعاليات منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية بمشاركة أكثر من 500 خبير ومتخصص في رواد الصحة والسياحة والسفر من مختلف دول العالم. نحن نتكلم عن هذا المنتدى العالمي حقيقة واللي يعني يتناول أحد الجوانب المهمة وأحد الجوانب اللي تسعى إمارة دبي إلى تعزيزها ويعني تعكس من خلالها الصورة الحقيقية لمستوى الخدمات الصحية في إمارة دبي. بتكون معانا إن شاء الله أو معانا حاليا دكتورة ليلى مرزوقي رئيس مجلس السياحة الصحية في هيئة الصحة بدبي. دكتورة أيضا أنت رئيس مجلس السياحة الصحية العالمية صح؟ نعم.
صبحت الله بالخير. بالنور والسرور اخوي محمود، كيف الحال؟ دكتوره ليش خايفه مني؟ قربي شويه عندي. قربي عشان الصوره. لا عشان المايك. انزل. دكتوره نحن ما نتحدث عن هذا المنتدى بشكل كبير، انعقاد هذا المنتدى وين بيكون وشو ابرز المحاور اللي بتناقشونها ان شاء الله من خلال هذا المنتدى اللي يستمر على مدى يومين، صح؟ هي نعم. جزاك الله خير اخوي محمود، وكدائما انتم ما شاء الله الدعم اللي عاطينا. طبعا مثل ما تفضلت، منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية إن شاء الله بتنطلق فعاليات تاريخ 20 و21/2 يوم الثلاثاء والأربعاء القادم إن شاء الله، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. والمؤتمر هذا مثل ما تفضلت أخوي محمود هو منتدى عالمي ينطلق من إمارة دبي. طبعا المنتدى هذا بيكون بالتزامن مع المجلس العالمي للسياحة العلاجية، وبيكون كذلك مع بالتزامن مع المؤتمر السياحة الصحية 13. طبعا المنتدى له أهمية كبيرة. نحن اليوم نشوف أن المنتدى هذا أول منتدى من نوعه في المنطقة، وهو متزامن ومتوافق مع استراتيجية دبي في السياحة الصحية. بنركز في المؤتمر على الجوانب السياحة الصحية والسياحة العلاجية كذلك، ونحن اليوم نبي نقول حق العالم أن دبي منطلقة وبقوة في مجال السياحة، مش العلاجية فقط بل الصحية والصحة والسلامة. هني نبغى نتكلم شو الفرق ما بين العلاجية والصحية. طبعا نحن في البداية يوم أطلقت هيئة الصحة كانت في السياحة العلاجية كان المشروع اسمه السياحة العلاجية، يعني العلاج. يعني مثلا حد مريض يطلع من بلادي يروح دولة ثانية بقصد العلاج. نحن اليوم وسعنا نطاق المشروع هذا من أنه يشمل العلاج إلى أنه يشمل الصحة العامة. فنحن اليوم في إمارة دبي ما نرحب فقط بالمرضى اللي يجونا من الدول الثانية بقصد العلاج، لكن نرحب بالناس الأصحاء وندعوهم أنهم يكونون أكثر صحة وسلامة في إمارة دبي. هني محمد من السعودية يسأل إيش يعني سياحة علاجية؟ نحن توا الدكتورة جاوبت بشكل عام، ولكن دكتورة يعني نعطيهم فكرة عن الرحلة قبل أن ندخل في تفاصيل المنتدى، رحلة السياحة العلاجية هذه اللي أنتم تقدمونها. هي نعم. طبعا تعريف أو مفهوم السياحة العلاجية مفهوم يعني قديم من مئات السنين هي موجودة، والناس كانوا يتنقلون من دولهم إلى دول أخرى بقصد الحصول على العلاج لأسباب مختلفة. صحيح. يعني ممكن أن القيمة جودة الخدمات اللي في الدولة الثانية اللي يسافرون لها أحسن من جودة الخدمات العلاجية الصحية الموجودة في بلادهم، أو ساعات أرخص، أو الخدمة يمكن ما تكون متوفرة في بلادهم، عشان كذي هم يروحون الدول الثانية، أو الطبيب الفلاني هذا مثلاً يحبون يتعالجون عنده. هي منقول في عهد الملك فرانك كان في طبيب موجود في ما أدري وين يبونه، أو أنه يروحون عنده، ها؟ أو يطلبون الدكتور أنه يزور الملك فرانك يخطفونه. دكتور نرجع للمنتدى، عدد الجلسات النقاشية والمحاضرات اللي بيتضمنها المنتدى وشو أهم العناوين الرئيسية لهذا المنتدى؟ طبعا المنتدى شعار المنتدى استشراف التجربة. يعني نحن لأن دبي دائما تركز على رحلة السائح العلاجي وتجربة السائح العلاجي أو الصحي اللي يأتي لإمارة دبي، فالمنتدى نحن محاور المنتدى تتركز على التجربة وعلى كيفية استشرافها. إن شاء الله المنتدى بيكون في محاضرات علمية مشاركة 40 خبير إقليمي وعالمي، وثمان جلسات حوارية، واثنين وثلاثين محاضرة متخصصة. وطبعا بيصاحب الجلسات العلمية معرض للسياحة الصحية. المعرض هذا بيشارك فيه 53 عارض دولي وإقليمي، وبيحضر 80 شخصية من رواد الأعمال، وهم بيكونون أكثر من المشاركين من أكثر من 21 دولة.
طيب إذن هي قمة صحية بتكون فيها العديد من المواضيع والعديد من الشخصيات المهمة المؤثرة في القطاع الصحي العالمي. نحن نتكلم على مستوى العالم وليس على مستوى دولة الإمارات أو المنطقة. شعار المنتدى استشراف التجربة، شو يعني استشراف التجربة وليش خدتوا هذا الشعار دكتور؟ طبعا احنا هذا الشعار خذناه بانسجام مع المشاريع اللي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه. طبعا احنا دائما نواكب هذه المشاريع ونواكب توجهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، ونحن دائما نركز على ان النسائح يومية إمارة دبي انه يرجع لنا، وهو يكون السفير لإمارة دبي اللي هو ينشر تجربته ويتكلم عن تجربته للعالم وللناس اللي في بلاده، مما يؤدي إلى أنهم يون مرضى يدد لإمارة دبي، وهو كذلك المريض نفسه يرجع لنا مرة ثانية. أخوي محمود أحب أضيف أنه في المنتدى اليوم الثاني إن شاء الله بيكون عندنا قمة للسفراء. طبعا هناك بيكون 5 سفراء وقناصل بيون إن شاء الله بيكونون في بتكون هناك جلسة حوارية بيتكلمون عن تجربتهم في السياحة الصحية والعلاجية لدولهم، وكيف التحديات وشو التحديات اللي واجهوها، وكذلك شو مشاريعهم المستقبلية إن شاء الله. جميل، هذا يعني من باب تبادل التجارب والخبرات، هذا موضوع وايد مهم. طيب دكتورة، يعني على هامش المنتدى هنالك معرض مصاحب له، فخبرين عن هذا المعرض، شو اللي بتعرضون فيه، كم عدد المشاركين في هذا المعرض، يعني تفاصيل سريعة عن هذا المعرض. هي نعم، المعرض إن شاء الله بيكون هناك في معرض بيشارك في 53 منشأة صحية، 10 من دولة الإمارات و 43 من منشآت صحية عالمية بتي إن شاء الله. بالإضافة إلى المعرض بيكون هناك رواد الأعمال في قطاع السياحة الصحية اللي هم بيمثلون 80 شخصية، والحمد لله قدرنا ان نجيب العارضين وشخصية من رواد الأعمال من 21 دولة مختلفة، بالإضافة إلى المشاركين من دولة الإمارات. طبعا أخوي محمود أنت تطرقت للسؤال اللي هو شو محاور النقاش الهامة في المنتدى، وأنا ما قدرت أرد على هذا السؤال، فبشكل سريع أحب أستعرض محاور النقاش. إن شاء الله المحاور بتدور حول استشراف مستقبل السياحة الصحية، نبى نشوف العالم اليوم وين متوجهة وشو توجهاتها في السياحة الصحية، ومن خلال المنتدى هذا نبي نحدث نقلة نوعية في مجال وقطاع السياحة الصحية. وكذلك طبعا اليوم ما يخفى على حد بأن تطورات التقنية هي طريقة من طرق أن نحن نستشرف مستقبل السياحة الصحية، فبيكون في جلسة إن شاء الله عن التطورات التقنية في مجال السياحة الصحية، وكذلك عندنا التأمين الصحي الخاص للسائح الصحي، وأهمية الشراكات الحكومية والقطاع الخاص في مجال السياحة الصحية، وأهم من هذا كله طبعا تأثير الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي على السياحة الصحية. وما يخفى علينا وانت إعلامي أخوي محمود أن الدور قنوات التواصل الاجتماعي وتأثيرها وعلى القطاع السياحة الصحية. زين، هني يعني في مجموعة من المحاور، يعني عارف ان الوقت داركنا ناصر، انا بس بطلب على السريع تعطيني دقائق بسيطة. انت ذكرتي الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لدعم القطاع السياحي بشكل السياحي بشكل عام والسياحة الصحية بشكل خاص، فخلينا نتكلم شو اهمية هذه الشراكة على عجالة دكتورة. ايضا ابغي اتطرق لموضوع مهم وهو موضوع التأمين الصحي للسياحة العلاجية. في عندنا في إمارة دبي شغلة مو موجودة في العالم كله. هي نعم. انزين، شو هي هاي الشغلة؟
تباني أعطيك هكل في دقيقة أخوي محمود؟ ثلاث دقائق. إزاك الله خير، فضلك دايم. طبعا التأمين الصحي الخاص بالسائح العلاجي مثل ما تفضلت، إمارة دبي دائما هي متميزة بالخدمات الصحية ولأي خدمة ثانية في أي قطاع ثاني، والسياحة الصحية ما تختلف عن أي الخدمات اللي تقدمها إمارة دبي سواء للدول العالم أو للقانطين على أرضها. فعندنا السياحة التأمين الخاص بالسائح العلاجي، عندنا إمارة دبي اليوم تضمن للسائح العلاجي اللي هي إمارة دبي إن إذا لا قدر الله صارت هناك مضاعفات غير متوقعة، بأن السائح العلاجي إذا هو كان مستفيد من التأمين الصحي الخاص بالسائح العلاجي، بأن التأمين هذا يتكفل بأنه يرجع المريض من دولته إلى إمارة دبي، ويتكفل بتكاليف الإقامة وتكاليف السفر وكذلك تكاليف العلاج. طبعا يوم المرضى يسمعون بالتأمين هذا اللي ذكرته يصير عندهم نوع من الطمأنينة بأن في حد بيهتم فيهم إذا لا قدر الله صارت مضاعفات في أثناء حصولهم على العلاج. صحيح. يعني هذا ما شفنا أي حد يقدمه دكتورة. طيب. نعم. أنا كنت أسأل عن الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، هذا الجزء اللي طرحتيه هذا جزء من الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، وأيضا هنا في سؤال يقول كلمة العلاج القصد من علاج المصاب بمرض ما، لماذا في الدول الأخرى موجودة مو موجودة في بلاده، شو الأسباب؟ وشكرا أخوكم ببرعي. هذا السؤال يعني دكتورة مهم أن الجمهور يعرفون إجابته، ليش موجود العلاج في المكان الفلاني مو موجود عندي أنا هني؟ هذه حال الدنيا دائما، هنالك يعني في أمور في كل يعني مناحي الحياة، في أكلات معينة موجودة تزرع في أراضي معينة ما تنزرع عندنا، في تقنية موجودة، في ناس يشتغلون على في عقول معينة حول أسباب معينة كذا كذا، لكن نحن عندنا في إمارة دبي يعني الحمد لله وصلنا مرحلة من مراحل تقديم الرعاية الصحية يعني للسائح وللمقيم كذلك مرحلة متقدمة جدا، ولكن هنالك يعني دائما في كل مكان في حد متميز بشيء. نحن طبعًا. شو متميزين في دبي؟ طبعا نحن الحمد لله يعني بفضل قيادتنا التميز في مجالات كثيرة وكثيرة الحمد لله، والمجال الطبي ما يختلف عن المجالات الأخرى، وعندنا الحمد لله نحن البنية التحتية في مجال القطاع الصحي بنية قوية، وعندنا الخدمات الصحية بمستوى عالي من الجودة، وعندنا المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي، وعندنا أجهزة طبية غير متواجدة في كثير من الدول الثانية، وعندنا كذلك التخصصات الطبية اللي نوفرها أنا أسميها سوبر سبيشاليزيشن، يعني تخصص تحت فوق التخصص اللي مو موجودة في الدول الثانية، وفي أسامي كبيرة كذلك متواجدة في إمارة دبي. نحن شاكرين لك دكتورة، أدري نحن أطلنات شوي الحين بغينات يعني قدام، لكن قلنا ليديز فيرست ما ندخلت قبل الدكتور عمر المرزوقي، وانتوا اهل وتتفاهمون يعني زين. خلاص اتفقنا نحن. عموما نحن شاكرين دكتورة، نذكر ان المنتدى سوف يقام في 20 و21 من شهر فبراير الجاري في مدينة جميرة، فعاليات منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية في اكثر من 500 خبير. ايضا اعتقد انتوا سكرتوا التسجيل ها، ولا في بيكون تسجيل وقت المنتدى؟ نحن ما نحب نزعل حد، فاحيانا يعني نحن وصلنا ال 500 اليوم وباقي لنا كم من يوم، بس ان شاء الله اي حد يحب انه يحضر فاله طيب وما بنزعله. شكرا لك يا دكتورة ليلى المرزوقي، دكتورة ليلى المرزوقي رئيس مجلس السياحة الصحية في هيئة الصحة بدبي. شكرا. بالتوفيق. بعد الفاصل إن شاء الله نتكلم عن عملية دقيقة بالمنظار في مستشفى راشد تنقذ حياة مريضة، شو التفاصيل؟ بتكون مع الدكتور عمر المرزوقي استشاري جراحة المناظير بمستشفى راشد، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، سعد الله وقتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا برنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600-551-414 والرسائل النصية على 4006، وأيضا موجودين لايف عبر قناة أو عبر حساب نور دبي على الإنستغرام. قبل الفاصل وعدناكم أننا نتحدث عن موضوع مهم. تمكن
مشاركتنا أطباء مستشفى راشد من إنقاذ حياة مريضة في العقد الثالث وصلت إلى مركز الإصابات والطوارئ وهي تعاني من تعطل في طبيعة الوظائف الحيوية الخاصة بتروية الأمعاء الدقيقة مما شكل تهديد لحياتها ووضعها الصحي بشكل عام. شو تفاصيل هذه الحالة؟ بناخذ إن شاء الله مع الدكتور عمر المرزوق استشاري جراحة المناظير بمستشفى راشد. دكتور صبحك الله بالخير، عطنا فكرة عام عن هذه الحالة لما وصلت عندكم مركز إصابات والحوادث، شو كيف كانت وشو هي الحالة بالضبط وشو اللي شفتوا؟ صباحك الله بالخير يا محمود، ومشكور على الاستضافة، وأصبح عليك وعلى مستمعين الكرام. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في مستشفى راشد نعم عندنا طبعا مركز الإصابات والحوادث، نحن نستقبل المرضى على مدار الساعة. هاي المريضة وصلت كانت عندها آلام شديدة في البطن مدة 3 أيام، مصاحبة لأعراض ثانية كتغير في الخروج، وكان عندها نوع من الإسهال، نفخة في البطن ولوعة وشوية زواع. فالأعراض هاي طبعا ممكن تتشابه، آلام البطن ممكن تتشابه في أمراض كثيرة. فاليوم طبعا نحن عندنا تقنيات موجودة كفحوصات دم، فحوصات كلينيكية، عندنا التصوير المقطعي. طبعا بين التصوير المقطعي الحالة اللي ذكرتها بوجود نوع من التجلطات في أحد الأوردة الرئيسية في البطن، اللي المسؤول عن تروية جزء كبير من الأمعاء الدقيقة. فطبعا هاي من الحالات النادرة، نحن طبعا نشوفها في المراكز الكبيرة كمستشفى راشد، نحن نشوف مثل هاي النوعية من الحالات. الجميل في مثل هاي الحالة نحن شخصنا المريضة بشكل سريع وحضرناها للتدخل الجراحي. مثل هاي الحالات نحن بشكل تقليدي تعالج بتقنية فتح البطن، من خلاله نقيم الأمعاء ومدى تأثرها من الجلطات هاي الحادة، ونشوف كيف ممكن نتعامل، هل يحتاج إلى استئصال، هل يحتاج إلى استئصال جزئي زائد نرجع مرة ثانية للتقييم، أم يحتاج إلى استئصال ونسوي الوصلات الجديدة في نفس العملية. في مثل هذه الحالة طبعا نحن كونها صغيرة في السن ووجود تقنية المنظار الجراحي عندنا هنا في مستشفى راشد بشكل روتيني لحالات كثيرة، الحمد لله نحن نعالج أورام كثيرة بالأخص أورام الأمعاء الدقيقة والقولون بتقنية المنظار الجراحي. فالحمد لله أن حتى فريق العمل متعود على المنظار الجراحي، فبدت الحالة بداها أحد الزملاء بالتدخل بالمنظار الجراحي، ووجد فعلا أن في جزء من الأمعاء الدقيقة متأثر والتروية منقطعة تماما. فطبعا دخلت أنا وقدرنا الحمد لله رب العالمين نستأصل الجزء هذا كامل. كان دائما طبعا هاي الحالات الصعوبة في اتخاذ القرار أكثر من العملية، إجراء العملية نفسها. طبعا كان القرار هل الأجزاء المتبقية من الأمعاء سليمة، هل فيها مثلا تأثر بيبين خلال الساعات والأيام الجاية. فطبعا هذا كان موضوع القرار اللي اتخذناه، والحمد لله رب العالمين. نحن خلال العملية ارتئينا ان الأطراف سليمة والمريضة حالتها تسمح ان نجري الوصلة بالمنظار الجراحي. فالحمد لله استأصلنا حوالي 70 سنتي من الأمعاء الدقيقة زائد حوالي 20 إلى 25 سنتي من القولون، وسوينا الوصلة بالمنظار الجراحي بدون جروح. والحمد لله المريضة طبعا بالتزامن مع شغلنا الجراحي طبعا كان في دور الأطباء الباطنية في معرفة سبب
حدوث مثل هاي الجلطة اللي كانت موجودة في الوريد، وشو من عوامل أدت إلى تخثر الدم والأسباب جينية وأسباب غيرها. هاي الأشياء طبعا نحن نخلي دكاترة الباطنية ودكاترة الهيماتولوجي المتخصصين في أمراض الدم هم يعني يشتغلون ويانا ونشتغل كفريق للأفضل للمريض طبعا. يعني الأقسام الطبية اللي ساهمت في إنقاذ هذه الحالة اللي هي منو بالضبط دكتور؟ طبعا مثل الحالات مثل ما قلت لك يتم تشكيل فريق دائما. الأمراض هاي دائما أول شيء المستقبل يكون طبيب الطوارئ، نحن كفريق جراحة عامة نكون المسؤولين عن الحالة ونستلم هاي الحالات. طبعا دكاترة الأشعة يكون لهم دور كبير في التشخيص، من ثم دكاترة التخدير في تحضير العملية، وطبعا العمل الجراحي وما بعد العملية عندك كنت الخدمات المساندة كتمريض وغيره. وبالتأكيد مثل هاي الحالة عندك فريق الباطنية وفريق الهيماتولوجي اللي هو أمراض الدم يكونون يتابعون المريضة ويشوفون شو كيف ممكن نمنع مثل هالأشياء في المستقبل، وفي نفس الوقت يبدون أدوية السيولة لمنع مثل هاي الجلطات. جميل. طيب دكتور كم خذت معاكم العملية؟ يعني العملية تقريبا طولت قريب الساعتين، ساعتين ونص إن شاء الله. طيب ساعتين، ساعتين ونص، لكن هذا هني ياخذني عن ليش يعني المميزات الخاصة بعملية المنظار بدل من الجراحات التقليدية. نحن كذا مرة ذكرناها ولكن ما في مانع. لا بالتأكيد طبعا أن نعيد الفرق ما بين هذه النوعين من العمليات. طبعا ها سؤال ممتاز يا محمود، ودائما نحن انا دائما احب اذكر ان الهدف من العمليات في النهايه في الاول والاخير هو اجراء الجراحي. صح. نحن لو داشين لاستئصال جزء من الامعاء الدقيقه الهدف هو ان نحن نستأصل الجزء هذا، لو نحن ياسين نتعامل مع اورام الهدف ان نحن نسيطر على الورم بشكل كامل. المنظار الجراحي هي 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 كتقنية هي لها مميزات كثيرة بالنسبة لتقليل الألم، المريض يتعافى بشكل أسرع، الجروح طبعا أقل، الاحتمالية حدوث فتق في الجرح نفسه، التئام الجروح، عودة وظائف الأكل والخروج، هاي الأشياء كلها وايد أسرع، عودة المريض للعمل وممارسة حياته الطبيعية ها كلها طبعا أسهل. فأنا دائما أقول المنظار الجراحي جميل إذا نقدر نسوي نفس العملية نخرج بنفس النتيجة. بنفس النتيجة. ممتاز. الحين المريضة وين دكتور؟ المريضة طبعا اليوم السادس أو السابع بعد العملية ترخصت الحمد لله رب العالمين. وبدولها طبعا العمليات هاي بالمنظار الجراحي استئصال سواء أمعاء دقيقة أو القولون العادة المريض يحتاج من 3 إلى 7 أيام. المريضة هاي يحتاج 7 أيام لأن موضوع البدء بأدوية السيولة شوية ياخذ وقت. أدوية نحن طبعا نبدأ بأدوية السيولة من خلال الإبر وبعدين نحولها إلى يعني إلى حبوب، وهذا شيء يعني آخر يوم يومين في موضوع مغادرتها للمستشفى. جميل. إذا كانت حالة خطيرة الحمد لله يعني قدرتوا أنكم تتعالجونها. دكتور أنا أبغى أسأل عن أسباب اللي خبروكم عنها دكاترة الباطنية، شو الأسباب اللي أدت أن تدخل هي نفخة في البطن وعندها هذه التجلطات وانسداد هذه الأمعاء، شو الأسباب الرئيسية لهذا الموضوع؟ صحيح. طبعا هي هاي من الحالات النادرة لكن موجودة يعني أو نحن شفناها أكثر من مرة. 40 30 إلى 40% ما في مسبب واضح. آه.
مرة واحدة الواحد شوي يخاف يقول بدون سبب. لكن فعلا هي الدراسات تبين 30-40% من الحالات إما ما في سبب أو نحن كأطباء مو قادرين نتوصل إلى السبب. لكن الأسباب المعروفة لقابلية التخثر كثيرة. في أكثر من بروتين في هاي بروتينات لها علاقة بالتحكم بالسيولة والتخثر. في أكثر من بروتين يسمونهم بروتين S بروتين C. نقص هاي البروتينات ممكن يأثر. في فاكتورز يسمونها فاكتور 5. في أشياء يعني لها سمنة زيادة الوزن لها علاقة بهذا الموضوع بالتأكيد. في حتى أشياء ثانية طبعا. أحيانا حدوث أو وجود ورم في مكان ثاني مثلا الأورام بطبيعة الحال تزيد قابلية التخثر. السمنة في دراسات تقول ان السمنه تزيد. انت تبغى تربطنا بالسمنه هي مره ثانيه؟ لا دكتور يعني اتكلم بشكل عام. ليش؟ لان لان دائما يعني نقول المعده هي بيت الداء. نعم. انزين فالواحد اذا يحافظ على صحته ويعرف هو شو اللي يحطه في بطنه انزين يعني بتعرف انت صحتك وين رايحه بشكل كبير. بالتأكيد. إنزين. والواحد يعني حد يقولك والله يعني أحيانًا نتكلم دكتور بهذه المواضيع الناس ما يأخذونها بجدية يقولوا يعني أنت داوم الحين تقدم لي برنامج صحي وحاشر إنه لا تأكلوا لا تسووا لا ما أدري كذا. أنا ما إحنا ما نتكلم لا تأكلوا لا تسووا لكن الواحد يتبع أنماط صحية يعرف هو شو اللي يسوي. فنحن الاستثمار في دولة تستثمر في الوقاية. الوقاية خير من العلاج دائما. فنحن يعني بشكل سريع دكتور كلمة تبغي توجهها للجمهور نصيحة عامة تبغي تقول لهم إياها. لا بالتأكيد. حتى النقطة الأخيرة يا محمود غاية في الأهمية موضوع السمنة. نحن فعلا نعتبر السمنة مرض العصر. والمريضة هاي يعني عودة للحالة فعلا المريضة هاي وزنها كان يتخطى الحاجز 100. طبعا ما كانت السمنة المفرطة لكن كانت عندها سمنة. وممكن السمنة يكون من الأسباب اللي تزيد القابلية للتخثر. فنصيحتي طبعا للمستمعين الكرام في يوم الخميس استمتعوا بأوقاتكم ومثل ما نشجع الناس على العمل والاجتهاد والرياضة وهذا طبعا الراحة والوقت مع العائلة أكيد شيء ضروري وراحة نفسية تكون بعد كذا أكيد طبعا. شكرا لك دكتور عمر مرزوق استشاري جراحة المناظير في مستشفى راشد. تكلمنا عن واحدة من العمليات الدقيقة التي تم إجراءها من خلال هذا المركز المتطور مركز الإصابات والطوارئ في مستشفى راشد لمريضة يعني من ضمن الحالات النادرة. أيضا بس رسائل على السريع بقراها على السريع ناصر ما باخذ أكثر من 60 ثانية. إنزين أخوي محمود الشيء الذي تتميز فيه بدبي والإمارات هو قيادة سياسية تؤمن بالتغيير وتسعى له وتتابعه أول بأول. بوعلي شكرا لك. بوعلي السلام عليكم. رسوم البطاقة الصحية للوزارة بالنسبة للخدم مرتفعة 550. ليش ما أعرف ليش لأن هذه تابعة للوزارة ولكن أنا أنصحك أنك تسوي لهم تأمين صحي ب 550 درهم ممكن تعالجهم في أكثر من مكان. أخ الفاضل أستاذ محمود تحية لك ولطاقم البرنامج مشكورين ما عليكم زود. سؤالي كثير ما نسمع عن أخطاء طبية شو أسبابه وشكرا. أخوكم ببرعي. نحن دائما نقول الدكاترة يعني ما عندهم عصا سحرية أن هم يعني يعالجون المرض. نحن الخطأ الطبي هو خطأ في اعتماد بروتوكول معين أو مفهومنا نحن للخطأ الطبي شو هو بالضبط وهنالك يعني بروسس معين واحد ممكن يمشي فيه لإثبات الأخطاء الطبية. ناصر أشر لي مليون مرة أشر لي بالمنديل بعد جزاك الله خير يا ناصر السليمي مخرجنا اليوم. شكرا لك يا ميرا الأخطري وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم أطلع الأسبوع القادم لقول لكم حتى ذلك الحين دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.